السلام عليكم يا ثاني، يعطيكم ألف عافية يا مس. إن شاء الله اليوم راح ناخذ آخر إشي في آخر جزء في أعضاء جسم الإنسان. أعضاء جسم الإنسان حكينا عنا أعضاء الحس والأعضاء الداخلية. أعضاء الحس حكينا في عنا حاسة البصر، أرى فيها الأشياء بعيني، التذوق باللسان، أشم الروائح بأنفي، أسمع الأصوات بإذني، وأتعرف إلى ملمس الأشياء بجلدي. يساعدني أعضاء، شو هاي، شو الأشياء، شو الأعضاء اللي بتساعدني على إني أتذوق، أشم، ألمس؟ هاي أعضاء الحس. إيش أعضاء؟ يعني الحواس الخمسة. أعضاء الحس هي أعضاء مسؤولة عن الحواس الخمسة. إذا ما أنواع الأعضاء عندنا أعضاء الحس اللي هي مسؤولة عن الحواس الخمسة، عندنا الأعضاء الداخلية. الأعضاء الداخلية هي عنوان درسنا أو الجزء الثاني من درسنا لليوم. الآن أعضاء الداخلية أو أعضاء الجسم الداخلية، توجد في جسمي أعضاء داخلية، منها أول شغلة عنا وهي الدماغ. الدماغ موجود عنا حتى ينظم الأفعال اللي بنقوم فيها وبيتحكم في جميع الأعضاء، فإذا هو الجزء المسؤول عن تنظيم الحركة، تنظيم حركة الإنسان. الدماغ بنظم الأفعال اللي بيقوم فيها الإنسان وبيتحكم في جميع الأعضاء. يعني مثلا اليد، لمسنا شغلة حامية، اليد بتعطي إشارات للدماغ حتى يكون في عنا ردة فعل، نبدأ نبعد إيدنا عن الإشي الحامي اللي لمسناه. فإذا هي اللي بتتحكم في كل أعضاء الجسم، ما في إشي في الجسم بيتحرك إذا ما كان الدماغ سليم. الآن الشغلة الثانية أو العضو الثاني عنا وهو القلب. القلب يضخ الدم في جميع أجزاء جسمي. بنلاحظ إنه الشرايين متوزعة كلياتها من وين؟ خارجة، خارجة من القلب. القلب هو الذي يعمل على ضخ الدم إلى جميع أجزاء جسمي. بتمنى يا مس إنه شفتوا أنتوا كيف أنا كاتبة هاي الأشياء، أنت بدك تكتبها على دفترك، تلصق صور عن الدماغ، عن القلب، عن الرئتان والمعدة على دفترك، وتكتب شو وظيفة كل منهم في جنبها حتى يكون دفترك حلو ومرتب وترسخ عندك المعلومات أكثر. حكينا الدماغ بينظم الأفعال وبيتحكم في أعضاء، في جميع أعضاء الجسم. القلب هو اللي بيعمل على ضخ الدم إلى جميع أجزاء جسمي. الرئتان بتساعد على التنفس، الرئتان بتساعد على التنفس. والمعدة بتساعد على هضم الطعام الذي أتناوله، بتساعد على هضم الطعام الذي أتناوله. إذا ما الجزء المسؤول عن ما أو العضو المسؤول عن ضخ الدم إلى أجزاء جسمي؟ فكر، أحسنت. القلب، ممتاز يا ثاني. ما الجزء المسؤول عن التنفس؟ الرئتان، أحسنتم يا ثاني. ما العضو المسؤول عن تنظيم الأفعال والتحكم في جميع أعضاء الجسم؟ أحسنتم، هو الدماغ. آخر إشي عندي، ما الجزء المسؤول عن هضم الطعام الذي أتناوله؟ وهو المعدة. أحسنتم، ممتازين يا ثاني. مثل ما حكينا بدنا نلصق صور على الدفتر حتى يسهل علينا حفظ كل وظيفة من وظائف أعضاء الداخلية. الآن بدنا ننتقل لصفحة 14، ما أعضاء الجسم؟ ما هي أعضاء الجسم؟ حكينا أعضاء الجسم عنا أعضاء حس وأعضاء داخلية. أعضاء حس وأعضاء داخلية. فإذا ما هي أعضاء الجسم؟ أعضاء حس، أعضاء داخلية. طبعا الحل بده يكون على الدفتر يا مس، لأنه مثل ما بتلاحظوا المسافة بين كل سؤال والثاني قصيرة، ما بتقدر أنت تكتب فيها، فالحل رح يكون على الدفتر. نكتب زي هيك السؤال الأول واكتب الإجابة، لا تكتب السؤال نفسه. اكتب السؤال الأول أعضاء الحس وأعضاء داخلية. السؤال الثاني
اذكر أو عفوا صل بخط بين المفردة والصورة التي تدل عليها. ألصق صور في المربعات أو ارسم في المربعات على الدفتر أعضاء حس داخلية وأعضاء الحس عفوا أعضاء داخلية وأعضاء الحس. بدك ترسم في كل مربع لحال. أول إشي عندي هون عين، أنف، فم. هل هي أعضاء حس أم أعضاء داخلية؟ هل هي أعضاء حس أم أعضاء داخلية؟ هي أعضاء حس، وحكالنا صل بخط بينهم، هي أعضاء حس. وهذه الرئتان، الدماغ، القلب، هي أعضاء داخلية. أحسنتم يا ثاني. السؤال الثالث بيحكي لك قارن بين العضو في الشكل المجاور من حيث الوظيفة. موجود عندي أذن ودماغ، أذن أو السمع والدماغ. ما وظيفة السمع؟ ما وظيفة الأذن أو السمع؟ أسمع الأصوات بأذني، أسمع الأصوات بأذني. إذن رح نعمل جدول مثل اللي موجود عندك هون، بحط الدماغ والأذن أو السمع. الأذن أسمع بها الأصوات أو أسمع الأصوات بأذني، والدماغ ينظم جميع الأعمال التي أقوم بها ويتحكم في جميع الأعضاء. ينظم جميع الأعمال، حكينا هو المسؤول عن تنظيم الأفعال اللي بيقوم فيها الإنسان وبيتحكم في جميع الأعضاء. السؤال الرابع، ما الأعضاء التي استخدمتها الطفلة عند تناولها الطعام؟ ماذا استخدمت؟ استخدمت اليد. وعند تذوقها الطعام ماذا ستستخدم؟ اللسان. إذن استخدمت اليد وتذوقت في اللسان. السؤال الخامس، استخدم الأرقام أدون عدد الأعضاء في جسمي في الجدول. كم عندي أذن؟ كم عندي أذن؟ عندي اثنان. أحسنت، أكتب اثنان في الجدول. عندي اثنان أذنان. كم عندي قلب؟ الإنسان يكون عنده أو يكون لديه قلب واحد، قلب واحد. فإذا ما عدد الأذن؟ اثنان والقلب واحد. هيك يا حلوين بنكون خلصنا درس أعضاء جسم الإنسان. رح نبدأ إن شاء الله الحصة القادمة في العادات الصحية. بتمنى إنه نجيب وسائل حتى تكون الحصة ممتعة أكثر. يعطيكم ألف عافية يا حلوين، وشكرا للمتابعة.